و2 سنتيمتر هون. شو معنى متطابقات؟ متطابقات يعني كوبي بيست عن بعض، يعني اذا مسكت هذا حملته وحطيته فوق هذا بطبقه ولا ما بطبقه؟ بطبقه صح، مشانهم ايش ابعادهم زي بعض. راح نستخدم نظريات ماشي اليوم، ما هاي النظريات خاصه بالمثلثات ماشي، ايش بس للمثلثات. كل نظريه لها ايش؟ لها ميزاتها، يعني متى بنستخدم هاي لما تكون اضلاع، متى بنستخدم هذيك لما يكون مثلا في عندنا زوايا. خلينا نشوفهم واحده واحده. النظريه الاولى بتقول لك اسمها تطابق ايش بثلاثة أضلاع. شو قصة تطابق بثلاثة أضلاع؟ خلينا نرسم لنا مثلثين. يعني لو رسمت لك هون مثلث، خلينا نسميه مثلا A B C. هاي وهاي زي بعض، وهذول زي بعض، ونرسم لنا واحد ثاني. طبعا التطابق، احنا لما نحكي عن تطابق لازم يكون في عندك مثلثين، ولا بطابق مين؟ صح؟ بده يطابق واحد ثاني بيشبهه. اوكي. اوكي. النظرية التطابق بثلاثة أضلاع اسمها SSS. من وين جابوا الاختصارات هاي SSS؟ معناتها سايد سايد سايد، بالإنجليزي سايد معناتها ضلع، تمام؟ يعني ثلاثة أضلاع، يعني ضلع وضلع وضلع، كم ضلع عندك؟ ثلاثة، تمام؟ سايد سايد سايد. من هون اجى الاسم SSS. طيب شو معنى هاي الكلام؟ معناته لازم تلاقي ثلاثة أضلاع، يعني اللي هون بيشبه اللي هون، واللي هون بيشبه اللي هون، واللي هون بيشبه اللي هون، لازم يكونوا ثلاثة. كيف يعني؟ الأول الـ AB، شايفين الـ AB؟ طبعا بالتطابق هنا ما راح نكتب يساوي، راح نكتب هيك يساوي فوقها زي الموجه الصغيره. هاي الاشاره معناتها يطابق، ماشي؟ شو معنى هاي الاشاره؟ معناتها يطابق. اي بي عليه شحطه بيشبه مين؟ اللي عليه شحطه من الجهه الثانيه اللي هو الار اس، صح؟ معناته الاي بي هو نفس قياس ايش؟ الار اس. مين كمان عندك؟ عندك البي سي هي بتطابق مين؟ الاس تي. من وين كيف عرفنا؟ لانه عليها شحطتين صغار. هاي الشحطتين الصغار معناتها هي ايش؟ نفس القياس، تمام شباب؟ طيب نكمل. مين كمان بضل عندك؟ بضل عندك الاي سي هي نفسها مين؟ الار تي، تمام. جبناهم الثلاثه، هاي واحد واحد، اثنين اثنين، ثلاثه ثلاثه. الثلاثه بيطابقوا بعض، معناته استخدمنا نظريه اس اس اس. كيف تيجي الامثله هسه؟ ماشي. هذا ايش؟ الشرح النظريه بشكل عام، يعني لازم تلاقي ثلاثة أضلاع، كويس؟ طيب خلنا نأخذ مثال. أوكي. لو جيت وقلت لك ماشي، خلنا نأخذ هذا المثال اللي هون، هذا كويس يعني، تحملوني. طيب خلينا نفصل للشرح. أوكي. نيجي على المثال اللي هون، بدي أحاول أرسم قدر المستطاع بشكل صح، بس يعني لا تواخذونا عشان مو شوي رسم مستقيم. أوكي. وهي هيك، تمام. طبعا بعرف انهم بينهم مش كثير بيشبهوا بعض، بس لازم يكونوا بيشبهوا بعض. كيو تي ار هذا موجود، ايش اتحقق من فهمي؟ تي وهاي بي، هاي 1 2 3 1 2 3 1 2 1 1 1 2. طيب شوف شو اول خطوه مشان نثبت انهم هذول مثلثين متطابقين. خلينا نغير اللون. هاي عندك. طيب يلا الQT عليها شحطة واحدة صح؟ QT بتطابق أي ضلع بالمثلث الثاني؟ هاي هذا مثلث، اللي على الشمال مثلث وعلى اليمين مثلث. الQT هي نفسها نفس قياس TR، تكتب QT بتطابق TR، خلصنا منها، تمام؟ طبعا شو ماشي، خلينا نكمل. QP QP عندك ماشي بتطابق مين؟ RS. ليش؟ مشان هاي عليها شحطتين، وهاي شو عليها؟ شحطتين. يلا الثالثة TP بتطابق مين؟ TS. شباب في شغلة كثير كثير مهمة بالنسبة للتسمية، التسمية ما بتفرق. شو قصدي ما بتفرق؟ يعني سميتها RS ولا سميتها SR هي نفس المعنى، ماشي شباب؟ هاي كثير مهم تعرفها. يعني سميتها RS ولا SR هي نفس المعنى، سميتها TR ولا سميتها RT نفس المعنى، سميتها QT ولا TQ هي نفس المعنى، ماشي شباب؟ خلصنا من الأضلاع، سويناهم. طيب هاي المعلومة إنها QT هي نفسها TR، أنت ألفتها من عندك، استنتجتها ولا كانت موجودة بالسؤال؟ كانت موجودة بالسؤال. كيف يعني كانت موجودة بالسؤال؟ هو قايل لك إنه عليها شحطة هون وشحطة هون، معناتها إيش كانت هاي فعليا؟ كانت معطى، أنت ما استنتجتها، أنت إيش؟ أنت لقيتها بالسؤال، ماشي؟ في فرق بين المعطى والاستنتاج. المعطى بكون إيش؟ معطيك إياه جاهز، يعني هيك شحطة شحطة قايل لك، هاي هو حكي لك، مش استنتاجنا، تمام؟ هاي كانت إيش؟ معطيات، تمام؟ طيب كيو بي هي نفس ار اس، عليها شحطتين عليها شحطتين، برضه هاي معطى، انت ما استنتجتها، هو ايش كاين حكي لك عنها بالسؤال؟ معطى مش معطى. اوكي
والأخير اللي تي اس عليها ثلاث شحطات وبي تي عليها ثلاث شحطات برضو كانت شو معطى صح؟ صح نكمل حالي يا شباب. شو معنى هذا الكلام؟ لقيت انت ثلاثة أضلاع بتشبه بعضهم هاي واحد اثنين ثلاثة بتحط لك أسهم زي هيك. طبعا هذا اسمه مخطط السهمي، طريقة هاي اللي فيها أسهم نسميها احنا طريقة المخطط السهمي. طيب كيف بدي أكتب هسا أو كيف بدي أعبر إنه المثلثين متطابقين؟ طيب شوف شو راح أسوي. هنستخدم إيش؟ مثلث صغير، شايفين هذا رمز المثلث الصغير هيو؟ هذا معناته المثلث ها تي ار اس، ها بتكلم عن هذا المثلث، رسمت مثلث صغير كيف نقرأه؟ مثلث تي ار اس يطابق، شو رمز التطابق؟ قلنا يساوي فوقي هذه الموجة، يطابق أي مثلث؟ الثاني اللي على الشمال اللي هو إيش؟ بي تي كيو، تمام؟ استخدمنا رمز التطابق. بضل عليك آخر شيء تكتب اسم النظرية، شو استخدمت أنت أي نظرية؟ أس أس أس، ماشي؟ مرة ثانية نعيد كلامنا يا شباب. أول إشي بدك تستخدم نظرية أس أس أس، كيف؟ لازم تلاقي ثلاثة أضلاع، تيجي بتطلع كيو تي نفسها تي آر، تمام؟ تكتبها، تكتب معطى، ليش معطى؟ مش إنه مش استنتاجك، مش أنت لقيتها، هو كان يحكي لك عنها. طيب كيو بي هي نفسها آر، ليش؟ مش أنا شحطين بشحطين. بعدين الأخير تي بي نفسها تي اس، تمام؟ كلهم كانوا معطى وكانوا جهزات، هو حكي لك عنهم. بالنهاية بتمد أسهم المثلث على اليمين يطابق المثلث على الشمال. كيف بدك تعبر عن هذا الكلام؟ تستخدم مثلث صغير، تكتب تي ار اس بالطابق تي مثلا بي كيو. طبعا تسمية المثلث نفس قصة الأضلاع، ما بتفرق، يعني حكيت ار اس تي ولا حكيت تي اس ار هي نفس القصة، ماشي؟ باستخدام أي نظرية اس اس اس. شوف إذا حد عنده سؤال يرفع إيده. طيب زي ما تعلمنا يا شباب ما نعمل ضجة. وعد داود، تفضل يا وعد. دقيقة أستاذ، إحنا هون هلأ استخدمنا المخطط السهمي ولا المخطط الاستنتاج السهمي ولا السهمي؟ السهمي هذا. أوكي شكرا، أهلا وسهلا. طيب يا إيثار، تفضل يا إيثار. أستاذ ممكن أسأل؟ خلي بس إثارة وصبح خليك طبعا. لو سمحت السؤال اللي هو السؤال الدرس الثالث من الوحدة الثالثة معادلة المستقيم. لا لا خلي أسئلة الوحدة الثانية خليها بآخر الحصة، دقيقة شوي، احنا حاليا بالدرس هذا. طيب محمد مين كان بده يسأل؟ حمزة، تفضلي حمزة. انا أستاذ مش تي المفروض يكون رأس مشترك؟ تي رأس مشترك؟ لا مش رأس مشترك، رأس مشترك. أنا بعرف في مثال ثاني للرأس المشترك، خلي مش هسه نجي. تمام يا أستاذ. الله يعطيك العافية. وأعطاني مثلا هسه بعطيك الملزق ببعض، لا تخاف، هسه بعطيك مثال ملزق ببعض. أعطاني مثلا ضلع بي تي، ضلع مشترك، بعرف عن شو بتحكي، تخافش. أنت شو والله أستاذ. طيب هسه بعطيك مثال على الضلع المشترك أو ملزق ببعض. تفضل يا محمد. أستاذ بدي أسألك عن إذا رح تعطي دروس عن الوحدة الثانية. الثانية لا خلاص خلص انتهينا من الوحدة الثانية. إذا حاب ترجع لللايف القديم راح ينزلوا إيش فيديو مسجل، يعني متى؟ نزلوه خلصوا، رابط في لينك بتفتحه ماشي، بتلاقي عليه، بتفتح على اليوتيوب وبتقدر تحضر اللايفات القديمة ماشي. إذا أنا اشتركت وفي عندنا حصص خصوصية يا شباب على المنصة تقدر تشترك فيها، تمام شباب؟ يعني بكون تدريس واحد لواحد. شكرا، الله يعافيك. استاذ هسه في اشياء لازم نحطها فوق مثلا كيو تي او تي ار في اشاره ظل زي سهم، لازم نحطها. استاذ بدي اسال سؤال. شباب مش سامع، السهم لازم تحطه، لازم تحطه انك يعني استنتاجك، هاي الاسهم الصغيره شايفها ثلاثه، معناتها شو استنتاجك؟ انه المثلث هذا هو نفس المثلث هذاك، تمام؟ طيب خلونا نكمل يا شباب. طيب خلينا ناخذ مثال على لما يكونوا الاضلاع ملزقه ببعض زي ما قال الشاب اللي سال. طيب طيب خلونا نمسح اللي تحت. طيب هات خلونا نشوف شو قصة الملزق. ها بيجيك مثلثين ملزقين ببعض، ها زي هيك بدك انت، تمام؟ سمي A مثلا B C D، طبعا هذا بكون معطيك اياه بالسؤال، هاي شحطتين شحطتين هون وهون، تمام؟ بقول لك بين او اثبت اذا كانت المثلثات متطابقه ام لا، تمام؟
طيب شو بتروح بتسوي؟ حكينا اول اشي شو في شغلات جاهزة. شو قصدي جاهزة؟ هو معطيك اياها ال A B. ماشي ال A B هو معطيك انها ايش بتساوي. ها ال A B بتطابق مين عليها شرطة؟ مين اللي عليها شرطة؟ B C. تمام. طيب مين كمان عندك؟ A D عليها شرطتين صح؟ زي ايش؟ D C. تمام. طيب احنا لقينا لحد الان ضلعين. النظرية S S S معناتها ثلاثة أضلاع، ما بكفي اثنين، لازم تلاقي الثالث. طب شو الحل؟ طب خذ افصل لي هذول الاثنين عن بعض. لو جيت مسكتين وفصلتين عن بعض ماشي هيك بصير شكله صح. هذا اسمه A، هذا اسمه D، هذا اسمه D، هذا اسمه B، هذا اسمه B، هذا اسمه C. شو بتلاحظ؟ انه B B D هو نفسه على الجهة الثانية، يعني هاي وهاي هم زي بعض. يعني كيف؟ تخيل عندك غرفتين ملزقات في حيط، انت فوت على الغرفه الاولى وقست هذا الطول ماشي طلع معك مثلا 5 متر، معقول لو فوت الغرفه الثانيه من الجهه الثانيه يطلع معك قياس ثاني؟ يطلع معك مثلا 3 ولا 4؟ لا اكيد راح يكون ايش نفس الغرفه صح من الجهتين. طيب معناته الاي بنسميها هاي شايفيتها كيف يعني غرفتين وبينهم حيط، معناته بنسميها هذا ضلع مشترك ماشي شباب، بنسميها ايش؟ ضلع مشترك. معناته شو معنى ضلع مشترك؟ معناته زي بعض. تمام ضلع مشترك. هذا استنتاج شباب، تذكروا قبل شوي لما حطيتك معطى ال A B B C، هاي معطى. ليش معطى؟ مشان كانت عليها شحطة بالسؤال، عليها شحطة بالسؤال. A D هي نفس ال D C، هاي برضو معطى، هو حكي لك عنها، انت ما استنتجت اشي. الضلع المشترك انت استنتجته، ها انت اكتشفت انه ضلع مشترك. كيف اكتشفت؟ مشان مثلثين ملزقات ببعض زي غرفتين صح، بالنص راح يكون هذا ايش نفس الحيطة صح، يعني ايش هون او هون راح يكون نفس القياس. تمام. طيب بتمد لي ثلاث اسهم ماشي، وبصير تحكي كيف بدك تحكي مثلثين متطابقين، ترسم شعار مثلث صغير وبتكتب شو كان اسم المثلث الاول. A B D يطابق اي مثلث؟ B تحط رمز المثلث B D C. استخدمت اي نظريه؟ S S S. وصلت شباب؟ طيب الماوس مالها دقيقه شوي حلو فاضي. اوكي ايوه اشتغلت. اوكي خلينا ناخذ سؤال. سودة سودة تفضلي يا سودة. استاذ بقدر اطلع منها HL؟ HL لا هاي نظريه ثانيه، ما تخلط الامور ببعض، هاي ثلاثه اضلاع. تفضلي يا سودة سودة. استاذ ما كانش قصدي هيك، انا كان قصدي انه مثلا الضلع بي دي قائم على ضلع سي دي مثلا. قائم هاي نظرية ثانية، لسه طول بالك علي، هاي نظرية ثانية. لا أنا لسه ما جيت. أي سؤال؟ لسه ما وصلنا لنظرية الضلع القائم. أي سؤال أنت؟ شباب أنا حاليا بالدرس الأول ماشي بالسؤال دقيقة شوي صفحة وين راحت؟ طول بالك معي. صفحة 167 صفحة 167 حليت سؤالين المثال والأتحقق من فهمي. ماشي يعني هيني هون مش قادر افتح لكم شير عليها. طيب ماشي خلينا نمحي يا شباب، هاي النظرية الأولى اللي اسمها ايش؟ اس اس اس. تمام خلينا نمحي ونشوف النظرية الثانية. ما زلنا بالدرس الأول تطابق المثلثات. طيب خلينا نشوف ايش النظرية الثانية. النظرية الثانية شو اسمها؟ اسمها ضلع طيب التطابق، خلينا نحط هيك نجمة. طيب التطابق ماشي بضلعين وزاوية محصورة. طيب شو اسمها؟ S A S. من وين جابت S A S؟ اختصار S اختصار سايد يعني ضلع، A اختصار أنجل يعني زاوية، فسايد أنجل سايد الإنجليزي ماشي سايد انجل سايد. طيب التطابق بضلعين وزاويه محصوره، خلينا نشوف شو قصه الزاويتين المحصوره. يعني لو جيت قلت لك عندك هذا مثلث ماشي اسمه A B C وقايل لك هاي لها شحطتين، هاي شحطه والزاويه هاي. طيب وناخذ R S T ونحكي هاي عليها شحطتين شحطة وهاي الزاوية نفسها. طيب شو يا شباب في شغلات هو معطيك إياها؟ حكي لك إنه الـ A S ها الـ A C هي نفسها إيش؟
RT صح؟ شو كمان حكي لك؟ حكي لك انه الـ AB هي نفسها مين؟ الـ C آسف RS. طيب ما في أضلع ثاني، هذا الضلع مش تقول لي نفسه هذا، مش حكي لك هو معليش ثلاث شحطات، مش تفترض انه من عندك من عقلك انه هذا نفسه، مش نفسه. طيب بشو جاي لك؟ شايفين هاي النص دويرة هيك شحطة صغيرة على الزاوية؟ هاي معناتها هاي الزاوية زي هاي الزاوية، تمام؟ طيب فشو راح تكتب؟ راح تكتب انه الزاوية ماشي؟ الزاوية A هي نفسها او تطابق الزاوية ايش؟ R. هذا رمز الزاوية، شايفين هذا زي الشغلة المبوزة هيك؟ هذا ايش؟ رمز الزاوية، هيك بتكتب ماشي؟ وبتكتب الزاوية اسم الزاوية اللي بدك اياها مثلا ايه؟ تمام؟ طيب خلينا نشوف عليها مثال. هذا النظرية بشكل عام. لو جينا للمثال مثلا اوكي نرسم لنا ثواني شوي لون اسود. طب نرسم هيك ايش زي هيك يعني قدر مستطاع ما طلعش قدر مستطاع. طيب مد لي اياه شويه اوكي لو قلت لك A B E C D شحطتين شحطتين شحطة شحطة. طيب اوكي خلينا نجي نحله او نثبته قصدي انه هل هذول المثلثين فعلا متطابقات ولا لا. اول شيء شو راح تحكي انت؟ راح تحكي انه البي بلاش نبدا بالاي خلينا نبدا بالشحطة. راح تحكي الاي اي ها الاي اي هي نفسها مين؟ الاي دي صح؟ تمام لحد الان الاي اي هي نفسها الاي دي. هذا ايش معطى؟ هو كان حكي لك عنه كاتب عليه شحطة. طيب بي اي هو نفسه مين؟ اي سي صح؟ برضه معطى. ليش معطى؟ مش انه عليه شحطتين. طيب مش تروح تقول لي الاي بي هو نفسه السي دي. ما حدا مين قال لك؟ ما في ثلاث شحطات، ما في ثلاث شحطات ماشي. طب حكي لك عن زوايا؟ برضه مش حكي لك عن زوايا، بس تقدر تستنتج. شو قصدي تستنتج؟ احنا بنعرف بالرياضيات انه مثلا اذا هاي الزاويه ماشي وهاي الزاويه شو في العلاقه بينهم؟ هذول اسمهم متقابلات بالرأس. كيف بدي أعرف الزوايا المتقابلة بالرأس؟ اللي بيجي زي حرف X يعني هاي الزاوية اللي هون، هاي بدي أحط لك إياها بالأخضر، هي نفس الزاوية اللي هون. أو خلينا نغير لون مثلا بالأصفر، الزاوية شايفين اللي فوق هي نفس الزاوية اللي هون. هاي كيف بيجي شكلها؟ على شكل إيش؟ X. تمام؟ طيب هذول مسميهم إيش؟ زوايا متقابلة بالرأس. وصلت يا شباب؟ زوايا متقابلة إيش؟ بالرأس. طيب أوكي مرة ثانية، معناته هاي الزاوية بالأحمر هي نفس الزاوية هاي، كويس؟ طيب كيف بدنا نسمي هاي الزاوية؟ خلينا نرجع للون، أوكي ماشي أسود مش مشكلة. راح تكتب زاوية، كيف بدك تسمي هاي الزاوية؟ مش هيك جاية؟ بتكتب B E A أو A E B. مرة ثانية شو راح تكتب؟ A E B بالطابق أي واحدة؟ C E D C E D تمام؟ طيب بزبطش يا شباب تحكي الزاوية اي بتساوي الزاوية اي، مش انه الزاوية اي يعني مش كلام مش واضح وين مكانها يعني فاهم؟ هذا كلام اضافي يعني انك كيف توصفها من اي اسف بي اي اي. طبعا العكس عادي لو حكيت اي اي بي نفس الشيء. طيب اوكي طب شو السبب؟ ما كتبنا السبب. السبب هو ايش؟ تقابل بالرأس. تقابل شو بالرأس؟ هذا مش معطى، هذا انت استنتجت، انت عرفت من خلال انهم هذول زوايا متقابل بالرأس فبتكتب ايش؟ تقابل بالرأس. بتمد لي ثلاث اسهم، هسه ايش بدك تحكي ايش؟ شو المثلثات؟ المثلث A B E ما ضلش محل، اوكي بدك تكتب تحتيها يطابق المثلث E C D. تمام شباب؟ طيب نفتح مجال للأسئلة، خلينا نشوف مين عنده سؤال. آلاء الضمور، بس آلاء الضمور. أيوه تفضلي يا آلاء الضمور. لا 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 ثواني نحترم بعض يا شباب. آلاء تفضلي بخليك تجاوب بس طول بالك علي. تفضلي يا آلاء. طيب أستاذ أنا بدي أسألك سؤال بدي أجاوب. رجعت رجعت آلاء تفضلي يا آلاء. يلا أستاذ أنا كنت بدي إياك تشرح لي صفحة 130 130 وين جاية 130 لو لا بالدرس الدرس الرابع هذاك استني علي باخر باخر اللايف مش انه هذاك بالوحده اللي قبلها احنا حاليا بالوحده الرابعه استاذ ممكن استاذ تفضل استاذ
استاذ ممكن سؤال سريع؟ مداخلات كثيره محمد انت محمد ولا لا محمد حمزه حمزه لا احكي تفضل يا حمزه ايش احكي استاذ هسه لازم بس لما يكون الحرف الوحيد اللي فوق بيكون راس مشترك لما يكون لحاله إذا عملوا زي حرف اكس ماشي اذا عملوا زي حرف اكس شايف ايش بيكون مقابل بالراس نعم استاذ تفضل يا محمد استاذ اللايفات تبع شرح الوحده الثانيه والثالثه هسه افتح التعليقات حتلاقي رابط هي عشان اتاكد لك هيو منزلوه الرابط لا هذا ايش ام جست اوكي هسه بنا هسه بخلي حد ينزل لك رابط الفيديوهات المسجله ماشي ماشي هسه احنا بدر... عيد احنا حاليا بالدرس الاول الوحده الرابعه استاذ الايه استاذ عندي نقطه عشان نسويها ايه طيب بس عندي حلو ايش شو استخدمنا النظريه اس اي اس ليش ضلع ضلع وزاويه محصوره تمام اي أستاذ ممكن تعيد المسألة اللي فوق اللي فوق مش مسألة اللي فوق شرح إذا أنت فاهم اللي تحت ما في داعي يعني خلاص ما في داعي للنظرية النظرية بس هيك يعني تشوف شو صار إذا أنت فاهم شو اللي صار تحت الضلع هذا زي الضلع هذا والضلع يعني كلهم معطيات أيوة لا بالأزرق معطى واللي بالأسود أنا كشف مش اكتشفته يعني استنتجته إنها إيش تقابل بالرأس أستاذ بالنسبة للزاوية إيه من رقمها واحد اثنين فبنعمل مجرى مثل الزاوية واحد يطابق مجرى مثل الزاوية اثنين مش بس نعم يجوز بتصير تسميها هاي واحد وهاي اثنين بدل هذا تكتب ايش زاوية واحد بتساوي يمكن هيك اسهل بصير عادي ما مشكلة زاوية واحد تطابق الزاوية اثنين نعم طريقتين صح شباب 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 شوي شوي مش راح اجاوبكم كلكم شايفيني قاعد بجاوب عليكم واحد واحد طولوا بالكم علي بس طيب تفضلي يا لولو طيب هدي العجانه تفضلي استاذ بس بدي اياك تشرح لي صفحه 101 ليش انت كتبت اي اي ليش ما كتبتش بي اي اي تقابل سي دي اي طولي بالك ليش ما كتبت بي اي اي تقابل الاول المعطى اي 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 ماشي تطابق اي دي اوكي ماشي هلا احنا اعطتنا المعلمه انه بنقدر نكتب كمان اي 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 تطابق دي اي دي اي لا بعكسها لا عادي نفس لا. المعنى هسه اي دي ولا دي اي نفس المعنى يعني قراتيها من يمين لشمال او قراتيها من شمال ليمين نفس الشيء يعني اي دي هي نفس الدي عادي حتى اذا فوق كمان دي اي تطابق يعني اذا افرقت بتسمي عادي او اي سي هي نفس السي اي البي اي هي نفس الاي بي ماشي عفوا هلا بصير انه الزاويه اللي عند اي بصير ما نطلعها نطلع مثلا الزاويه اللي عند دي الزاويه اللي عند اي ما فهمت عليك ما فهمت عليك يا استاذ طيب خلينا نفتح مجال لغيك ابو ملك محسن تفضلي استاذ عادي تشرح لنا المساله الثالثه النظريه الثالثه هسه بشرحها طول بالك علي هسه بس اخلص هسه بمسح وبشرح الثالثه اعيد صعب كل شيء مشان صار مر نص ساعه اللايف شوف في اللي راح عليه هسه في فيديو بنزل اخر حصه بنزل رابط يوتيوب لحصه اليوم تقدري تفتح عليه وتحضري حصص اللايف سواء تعيد اليوم او الحصص الماضيه تمام يعطيك العافيه بعد كذا الوحده الرابعه اليوم نعم احنا بالوحده الرابعه طيب يا شباب خلونا نكمل طيب شرحنا ايش اس اي اس خلينا نشوف ايش النظريه الثالثه طيب ثواني شوي اوكي نيجي على ايش اسمها اتش ال خلينا نمسح اوكي ما زلنا بالدرس الاول طيب اوكي شو بتقول لك النظريه اسمها ايش نظريه الزاويه ووتر اوكي اسمها ايش الزاويه ثواني شوي
طيب نجي هون. اوكي، اسم النظريه طبعا متى بنستخدمها؟ بس مثلث قائم الزاويه، ماشي؟ يعني تطابق، هاي متى بنستخدم النظريه هاي شباب؟ فقط في مثلث قائم الزاويه، تطابق المثلثات القائمه، هسه بشرح لك شو معنى مثلث قائم الزاويه، بوتر وساق. شو اسمها؟ اتش ال بالانجليزي هايبوتينس ليج، مش موضوعنا يعني هسه الاختصارات. طيب شو معنى مثلث قائم الزاويه؟ مثلث قائم الزاويه شباب اللي شكله زي هيك بيجي، هاي الزاويه 90. شو معنى مثلث قائم الزاويه؟ الزاويه قديش؟ 90 يا شباب. طيب هذا هيك شكله، اللي لما تشوف هذا مربع صغير، هذا المربع الصغير معناتها الزاويه هاي قديش؟ 90، بنسميه مثلث قائم الزاويه. معناته هاي النظريه الاتش ال بنستخدمها فقط، ها فقط في حال ايش؟ مثلث قائم الزاويه. تمام، خلونا نكمل. طيب خلينا نشوف كيف ناخذ مثال. لا بلاش ناخذ مثال، خلينا نشرحها بالاول. طيب لو اجاك مثلث، نرجع، لو اجاك مثلث زي هيك قائم الزاويه، خلينا نسميه مثلا A B و C، وناخذ واحد ثاني المفروض يكون نفس القياس، بس اعذروني الرسم مش خربوا ربناها. طيب هون ايش؟ دي اف اي. طيب اوكي، هاي شحطه، هاي شحطتين، هاي شحطه، هاي شحطتين. شباب اول شيء لازم كثير خلينا نرجع مثلث قائم زي رسمته فوق، شايفينه؟ في عندنا شيء اسمه الوتر. الوتر يا شباب كثير كثير مهم. وين بلاقي الوتر؟ الوتر هو الضلع اللي قبال الزاويه 90. ها لو ترسم سهم صغير هيك، هذا شو بنسميه؟ بنسميه وتر. تمام، شو بنسميه اللي قبال الزاويه 90؟ بنسميه وتر. كثير مهم تميزه وتلاقيه، ماشي؟ هذا بالازرق، ماشي؟ شو بنسميه؟ وتر. طيب شباب لازم، معناته النظريه هاي متى بنستخدمها؟ لما يكون في عندك مثلث قائم الزاويه، تمام، ويكون في عندك وتر. شو معنى وتر؟ هو ايش؟ الضلع المقابل للزاويه 90. طيب لقينا هاي مثلثين، ماشي؟ طبعا هو ايش؟ وساق. ساق اللي هو اي واحد من هذول، يعني ممكن من خلال المثال راح توضحها اكثر. مبدئيا خلينا نشوف شو راح تكتب لي انت ايش، انه الاي بي هي نفسها مين؟ عليها شحطه اللي هي دي اف، صح؟ بعدين عندك الاي سي هي نفسها الدي اي، كويس؟ ماشي، ناخذ مثال عليها، بعرف يمكن ما فهمتش كثير كويس بس حسب المثال بتكون اوضح. طيب ناخذ هيك ونرسم هاي هيك ونطلع هيك، نيجي هون. طيب يعني ما اصلا ما ضبطتش، نيجي هون شايفين هذول مثلثين هيك، بعرف انه شوي عوج بس الله تحملوني. طيب دبليو زي اكس واي، ماشي؟ طيب وشو حكي لك؟ بقول لك اذا علمت ان هذا بسؤال مثال خمسة، بقول لك اذا علمت ان دبليو واي تطابق اكس زي، ماشي؟ وايش في كمان بقول لك؟ بقول لك انها دبليو زي عموديه على زي واي، وعندك الاكس واي عمودي على ايش؟ دبليو زد، ماشي؟ طيب خلينا نشوف كيف بنبرهنها. اول شيء بدنا نترجم هذا الكلام اللي هون نحطه على الرسمه، ماشي؟ خلينا نكتبه على الرسمه. طيب شو معنى دبليو واي؟ ماشي، بقول لك هو نفسه اكس زد، يعني دبليو واي وينه؟ هيو دبليو واي اللي هو هذا، شايفينه؟ حط عليه مثلا شحطه، هو نفسه اكس زد، يعني هو نفسه هذا، شايفينه؟ حط عليه شحطه، فصاروا هذول معناته شو معنى هذا الكلام؟ هذا نفس طول هذا، تمام؟ طيب شو معنى دبليو زد عمودي على زد واي؟ دبليو زد عمودي يعني ايش؟ بيعمل زاويه 90. شو ترجمه العمودي؟ زاويه 90، ماشي؟ يلا الاكس واي عمودي على الثاني، نترجم الثاني دبليو اسف اكس واي عمودي على ايش؟ لكني كتبت غلط، هاي واي زد، اسف، هاي واي زد، اوكي، عمودي على واي زد اللي هي هاي. شو معنى عمودي عليها؟ بتعمل زاويه 90، تمام؟ طيب اوكي
خلينا نشوف هسه ايش نكتب ايش المعطيات الموجوده عندنا. طيب اول شيء خلينا نبلش. شوفي عندنا شغلات جاهزه. اللي جاهز عندك انه ايش بقول لك انه دبليو واي صح، هاي اللي هون دبليو واي هي نفسها مين اللي حكينا عنها قبل شوي، ليش الاكس زي مقتنعين فيها وكانت معطى. ليش معطى؟ مشان اصلا حكي لك بالسؤال هاي شو كانت معطى. تمام طيب شوفي عندك كمان الزوايا هاي مش زي قوائم، مش هاي الزاويه قائمه، بتقدر تقول انه الزاويه واي تطابق اي هاي الزاويه زي. خلينا نكتبها الزاويه زي. ليش؟ مش انه الثنتين الزوايا قائمه، هو كان حكي لك عنها انها زوايا قائمه صح. طيب ركزوا معي هسه. النظريه هاي شو بتستخدم؟ لازم تلاقي وتر ولازم تلاقي ضلع ثاني. خلينا افصل المثلثين عن بعض. شوف لو فصلت المثلثين شو راح يصير. راح يتكون عندك المثلث هذا اللي اسمه ايش W Z Y، وراح يتكون عندك المثلث هذا اللي هو ايش اسمه Z Y X صح. لو نقول هاي مثلث قائم الزاوية، قائم الزاوية وهاي عليها شحطة وهاي عليها شحطة. طب ممتاز، اللي عليها شحطة شو اسمها؟ وتر. تمام. طب الوتر زي الوتر، بظل عليك تلاقي ضلع. طب ركز معي، شايف الزد واي مش هو نفسه الزد واي؟ هاي شايفينه اللي تحت هو نفسه، انا لما فصلته يعني بس كأني ايش فصلتهم عن بعض، فهو فعليا هذا هو نفسه هذا اصلا. حتى لو تقرا الرموز زد واي هو نفسه زد واي، يعني نفس التسميه ما اختلف شيء بعد ما فصلتهم عن بعض صح. فمعناته الزد واي ايش بنسميه احنا؟ ضلع مشترك، زي المثال اللي اخذناه قبل. معناته بتقدر هون تيجي وتكتب انه Z Y شو ماله الضلع مشترك صح. تمام. طيب لقيت انت ايش هذا المعطى؟ شو كان؟ وتر صح. لقيت وتر ولقيت ضلع ولقيت زاويه قائمه، شو اسم النظريه؟ H L صح. معناته استنتاجك انه المثلث اللي اسمه X Y Z يطابق المثلث W Z واي. استخدمت اي نظريه؟ استخدمت نظريه الاتش ال. تمام شباب، نفتح مجال للاسئله نشوف اذا حد عنده سؤال. شباب اللي جاوبتم من المره الماضيه رجاء ينزل. تفضل يا كريم. السلام عليكم. وعليكم السلام. يعطيك العافيه استاذ. الله يعافيك. لو سمحت يعني اليوم كان بدها تكون الشرح بس يعني عن انو واحد، الاولى الثانيه الثالثه، اني واحدة راح اليوم تشرح؟ احنا حاليا بنشرح الوحده الرابعه. الوحده الرابعه. طيب الوحده الثالثه راح تكملوا على الثالثه والثانيه ولا بس وحده واحده كل يوم؟ لان انا والله هلا دخلت شرحناهم وخلصنا والله الوحده الاولى ثانيه وثالثه. وصلنا كنا نشرح يوم بعد يوم. اليوم اخر شيء يعني اخر وحده اليوم الرابعه. الله يكرمك. الحلقات الماضيه موجوده في عندك بالتعليقات رابط الرابط بيكونوا موجودات يعني. صحيح. الله يجزيك الخير. شكرا استاذ. شكرا يعطيك العافيه. السلام. تفضل يا كرم. كرم كرم تفضل، خلي كرم دور كرم. يلا يا كرم. طيب كرم شكرا. يلا لا ثواني. طب رنيم يلا تفضل يا رنيم. بس استاذ انت في عندك ضغط. شو هو؟ فيني افتح كاميرا؟ فيكي تفتح كاميرا بس دقيقه خليني اتاكد مفتوحه والاعدادات. يلا افتح كاميرا. أستا في هون عندي مجموعة أسئلة. أنت مش كيف تقلب الكاميرا؟ في كبسة عندك بتقلب الكاميرا. شباب مش كلكم تفتح الكاميرا بس هي بدها تفتح مش أنا بدها تسأل. طيب أنا طيب مش... ثواني طولي بالك طولي بالك مش أنا مش شايف كويس بدي أشوف إذا بقدر أكتبها. طيب يلا تفضل. في هون هيك إشارة فوق الحرف. الإشارة هاي معناتها إيش؟ إنه السيجمنت يعني اللي هو الضلع بيئة عادي. المس تحكينا في المدرسة هاي إذا ما حطت الياء في امتحان ما حط لك المسألة كلها غلط. يعني هو اسمعي بترجع للأستاذ ومين بيشرح فاهم علي كيف يعني. هو الصح الكلام الصحيح نعم هو لو جينا للصح للصح هو المفروض إنه تحط فوقيهم المفروض تحط هاي هيك. شو معناتها؟ هاي معناتها إنه الضلع W هاي معناتها كيف رمز الزاوية يعني إحنا مش رمز الزاوية بنستخدم هذا شايفه تبقى أصفر نحط هذا الرمز. نعم حكيت بس حكيت اني نعم
حكيت اني بحكي لك من شان ثاني مره يعني في ما بعرف بس يعني في المدرسه يعني مره فاتت عطسه حطيها 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 اه ما اكتبيها انا كاتبها الحل الادق الحل الادق انك تكتبيها في الدفتر انا كاتبها ماشي ماشي خلاص اكتبها للزلان في الدفتر انا كاتبها لا مو عشان كمان يعني اللي معانا يستفيدوا خلاص شكرا لك استاذ نعم هسه انا سنتي استاذ انت هنا كاتب انه بيكونوا مثلا المثلثات يعني متطابقه بالشكل بس يعني يعني مختلفات بالطريق يعني هاي على اليمين الزاويه تبعتها وهاي على الشمال الزاويه تبعتها ما فهمت عليك كيف الزاويه يعني بالضبط مثلا عندي مثلثين قائمين الزوايا الجهه القائمه على الشمال هين نفس المثلث بس مقلوب ومحطوط أيوة. صح هو مقلوب يعني اسمع بتعرف كيف بدك تتخيلها تخيل انت دي خلينا نفتح الصفحه تخيل هون انت هاي ورقه مكتوبات على ورقه وانت طعشت الورقه من النص هيك شايف الخط الاسود هذا لو طعشت مش بيصير لبعض بيكبسوا على ورقتين لو طعشت الورقه من النص وكبستهم هيك مش المثلثين بيطبقوا بعض ايوه خلاص معناته متطابقات استاذ انا هسه عندي بس مشي لانه دائما لما يجيب لنا الاستاذ بالامتحان ما بيجيب لنا جنب بعض بيجيبهم فوق بعض هاي نفس الشغله شوف لما يكونوا دائما دائما اعرف لما يكون مثلثات ملزقات ببعض انه في اعرف انه في ضلع مشترك ماشي ضلع مشترك بس يعني انا هسه مثلا اجاني المثلث فوق ومثلث تحت انا احكي هنا اس ولا حسب السؤال يعني هو ما في يعني ما في نظريه بتقول شيء حسب شو هو معطيك بالسؤال ما يعني بقدرش اقول لك تستخدم اس 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 ولا اس اي اس الا لما السؤال فاهم على كيف طب بس بتعطينا مثال عليها لا مش فاهم شو المثال اللي عندك اصلا يعني لو طب حاول تفتح انت تدور مثلا شو كيف بيجيب لك وفرجيني اياه اوكي يا استاذ نعم صوتك كثير بيقطع صوتي بيقطع ما اظنش يعني الصوت شباب الصوت واضح عندكم واضح طب شوفي ضمور سكري اطلعي من اللايف ورجعي فودي يمكن ما في شبكه يا استاذ قربي على الراوتر يا مور قربي على الراوتر قربي على النت طب ممكن اسال استاذ طيب شباب خلونا نكمل طيب اوكي يجي هون هيك الدرس الاول بنكون غطينا ايش الثلاث نظريات تمام طيب خلونا نكمل ايش ونروح على الدرس الثاني نمسح الوحدة هاي قصيرة ثلاث دروس الدرس الثاني تطابق برضو تطابق المثلثات طيب يعني هسه صفت ايش عندك تطابق اخذنا هناك كم نظرية ثلاث نظريات شو هم اس 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 اخذنا ايش اس اي اس واخذنا اتش ال تمام اخذنا كم واحدة اثنتين ثلاثة طيب خلونا نكمل اليوم هسه او مش اليوم يعني بالدرس الثاني احنا راح نكمل كمان نظريات واحده اسمها اي اس اي والخامسه اسمها ايش اي اي اس خلينا نشوف شو القصه طيب خلينا ناخذ النظريه الاولى اللي هي ايش اسمها التطابق خلينا نحط خط صغير نفصلها هذول النظريات الخمسه راح يعني راح تستخدمهم ماشي بالدرسين يعني. اول ثلاثة كانوا بالدرس الاول الثانية الثنتين تحت بالدرس الثاني طيب لو جينا قلت لك عندك المثل او خلينا نكتب اسم النظرية التطابق اسمها تطابق بزاويتين وضلع محصور ماشي كيف شو اسمها او شو اسمها بالانجليزي او اختصارها خلينا نحكي angle side angle A S A تمام طيب نيجي نكمل اوكي لو جيت خلينا نشرحها بالاول نظريه خلينا نرسم ايش مثلث هون ونحط عليها هاي مثلا ايش شحطتين شحطه هاي اسمها A هذا اسمه C B نرسم لنا واحد ثاني عوج اوكي لو قلنا اي اف دي وبرضه هون ايش
واحدة هون ثنتين. طيب نيجي يا شباب نشرحها. أول شيء اسم النظرية تطابق بزاويتين. شو معنى زاويتين؟ لازم تلاقي زاوية من هون وزاوية من هون، يعني ثنتين من هون وثنتين من هون، تمام؟ ضلع محصور، شو قصدك شباب؟ كثير مهم تميز بين هاي وهاي، مشان نفس تقريبا نفس النظريتين، بالثنتين راح تستخدم زاويتين. المشكلة وين الضلع جاي؟ ايش مشكلتك؟ وين موقع الضلع؟ شوف اذا شايفين الزاويتين هذول، اذا كان الضلع جاي بالنص بيناتهم الثنتين بتكون انت بتستخدم نظرية ASA، اذا كان الضلع برا راح نستخدم النظرية اللي بعدها، تمام؟ معناته مرة ثانية، اذا كان شايفين الزاويتين هذول، هاي اللي عليها زي نص هيك، هيك زي مش عارف زي نص دائرة خلينا نحكي، وهون في زي ثنتين شحطين، وهون ايش نفس الشيء زاوية، اذا كان الضلع بالنص بيناتهم معناته راح تستخدم انت نظرية ASA، تمام؟ خلينا ناخذ ايش مثال او خلاص يعني هاي مبينة مش راح. طيب اكتب دي اف تطابق ايش اي سي، ماشي، والزاوية اي تطابق الزاوية دي، والزاوية اف تطابق الزاوية ايش سي، تمام؟ خلينا نشوف مثال. خلونا نرسم هذا المثلث. مثلثين ملزقات ببعض، ماشي، و ال ام ان او بي هاي هي عليها هيك زي، وهنا بحكي لك هذول زي بعض. طيب يا شباب اول خطوه شو راح تحكي؟ مين بيشبه او مين بيطابق مين؟ راح تكتب انه الام ان، الام ان بطابق ان بي، تمام؟ ام ان بطابق ايش؟ الان بي. شو كمان عندك؟ عندك الزاويه ام شايفها هي ايش بتطابق اي زاويه اللي عليها ايش زيها الزاويه بي. طب هاي كيف عرفت؟ مش هاي كانت معطى هو حكي لك بالسؤال، واللي تحتها برضو ايش معطى، يعني انت ما استنتجت شيء لحد هسه. طيب ظل عليك ايش تلاقي اشياء بتشبه بعض. في عندك ضلع مشترك، ما في ضلع مشترك، يعني ما في زي حيط بالنص، حيطه بين مثلثين، صح؟ بس شوف عندك، تذكروا لما حكيت لكم لما يكون عندك اكس شو بتعمل لك الاكس؟ بتعمل لك ايش؟ تقابل بالراس، يعني هاي بالاحمر شايفينها هي نفسها على الجهه الثانيه. طيب حابين تسميها مثلا، تسميها واحد وسميها مثلا اثنين، تمام؟ شو راح تحكي؟ راح تحكي انه الزاويه واحد بتطابق ايش الزاويه اثنين، صح؟ هاي ايش؟ هاي ايه معطى؟ لا مش معطى، انت استنتجت، صح؟ كيف استنتجتها؟ تقابل بالراس، تمام؟ يلا لقينا الاشياء اللي بدنا اياها، لقيناها. طيب شو راح تكتب هسه؟ المثلث ال ام ان يطابق المثلث او بي ان باستخدام اي نظريه؟ اطلع عليها. طيب نيجي هون، البي عليها زاويه والرقم اثنين زاويه، الضلع جاي بالنص بيناتهم، جاي بالنص بيناتهم، معناته شو استخدمت اي نظريه انت؟ استخدمت نظريه ايش؟ ال اي اس اي، تمام شباب؟ طيب خلينا نشوف، لين نشوف اذا حد عنده سؤال. تفضل يا وليد. تفضل وليد. وليد احمد كنان او لا سوري وليد، وليد ارجع. وليد تفضل، افتح مايك هسه. اوكي كان مايك مسكر. وليد تفضل. طيب احمد تفضل، يلا تفضل يا احمد كنان. طيب عباده تفضل يا عباده. السلام عليكم أستاذ. عليكم السلام ورحمة الله. أستاذ هسا الساق لازم يعني بيكون أي ضلع غير الوتر ولا ضلع معين؟ صحيح، أي ضلع غير الوتر إحنا بنسميه ساق، بهمش يعني. خلينا نرجع الرسمة. طبعا هذا أنت بتحكي عن الدرس الماضي النظرية القديمة الـ HL، يعني هذا مثلث زاوية، صح؟ هذا إيش بنسميه وتر. أي واحد بهذول يعني يا هاي أو هاي بهمش، هذول بنسميهم ساق، ما بهم. تمام. هلا فيك. طيب. سؤال.
طب تفضل يلا، مع انك دخلت يعني في غيرك في نادي ام. طيب يلا ماشي يلا تفضل. استاذ هسه المربع الثاني قبل شوي رسمته في الدرس الاول ما ماشي. في تطابق بالراس؟ والله انا ناسي شو رسمت، بس كيف كانت الرسمه؟ ثواني شو خليني ارجع لا ما كان في تقابل بالراس هذيك. ذكرتها هيك كان شكلها. ثواني خليني ارسمها فوق لك او نمسحها بالاول. طيب هيك كان شكلها تتذكر هيك. هاي صح الرسمه؟ ايوه هاي استاذ. هاي فيها ضلع مشترك. تذكر شوف لما يكون في عندك مثلثين ملزقات ببعض عندك حالتين، يا ضلع مشترك يا زوايا تقابل بالراس. ماشي؟ هسا ظل لما تفصلهم عن بعض اكتشفنا انه ايش اللي تحت هاي هي نفسها ضلع مشترك. فهمت علي كيف؟ بتفرق يا عندك بكون تقابل بالراس يا بكون في عندك ايش ضلع مشترك. ماشي استاذ؟ بس الاستاذ يعني بتاعنا شرحنا انه الضلعين تقابل بالراس هم بطلب منك الفوق او اللي تحت. مش فاهم عليه. مش شايف سؤالك لحتى افهم شو بالضبط بدك يعني. يعني استاذ هسه مش في تقابل بالراس؟ صح في تقابل بالراس. خلص انا هذا السؤال يعني. لا ما في احط له تقابل بالراس. قصدك بالمثال هذا اللي احنا كاتبينه هسه؟ لا الثاني قبل شوي رسمناه. لا ما في تقابل بالراس هناك. ما كان في تقابل بالراس هذا اللي هذا ما كان فيه، بس في عندك ضلع مشترك وكان في عندك زاويه قائمه وكان الوتر جاهزات يعني الوتر هذا بيساوي الوتر هذا. ما بقدر احط له تقابل بالراس. لا ما بتزبط بهذيك الحاله، ما بتزبط تقابل بالراس. طيب ماشي. اهلا وسهلا. طيب ثواني شوي خلينا احمد. تفضل يا احمد كنان. استاذ اذا اليوم خلصنا كل الوحده رح تشوف اسئلتنا للوحد اللي قبل؟ اكيد ان شاء الله. تمام شكرا. طيب اهلا وسهلا. طيب رنيم تفضل يا رنيم. تفضل يا رنيم. مش عارف رافع ايدك، مش عارف شكلك ناسي حالك. طيب ماشي. لا سامع. ما تفضل. تفضل يا رنيم شو سؤالك؟ هالسؤال احنا بالوحده الرابعه يعني اليوم نختم ولا لا؟ بنختمها ان شاء الله. يعني اليوم نختم الماده كلها. نعم. استاذ ممكن سؤال؟ تفضلي. لو كان علي امتحان وفي سؤال ما عرفت احله ممكن كيف اتواصل معك عشان احله؟ كيف تتواصل معي وقت الامتحان؟ لا قبل الامتحان. قبل الامتحان والله ما في يعني تواصل فردي مع الاستاذ. ما في عندنا في يعني يا لايفات يا يعني تصوير مسجل اللي زي لما تفوتي على المنصه مش في فيديوهات جاهزه بكون تسجيل مسبق يعني خلينا نحكي او لايف او في عندنا تدريس حصص خصوصي فردي مع الطالب. اوكي شكرا يعطيك العافيه. حياك الله اهلا ومرحبا فيك. طيب اتس نوت مش عارف اتس سم ون اللي هو هذا شو تفضل مش عارف شو اسمك اكاونتك الغريب. طيب ماشي تفضلي يا دانيا. تفضلي دانيا. مرحبا يا استاذ. اهلا وسهلا. بدي اسال انه الوحده الثانيه والثالثه انا ما حضرتهم. ماشي كيف طيب الوحده الثانيه والثالثه بتقدر فيه هسه نزلوا قبل ساعه تقريبا رابط لليوتيوب بتقدر تفوتي عليه موجود تحت بالتعليقات بتفتح عليه بتقدر تشوف الحصص اللايفات القديمه. استاذ حاطين بس في الوحده الاولى. كيف حاطين بس الوحده الاولى؟ ما متأكدة مش عارف. طب هسه بخليهم يراجعون الروابط. تمام طيب يسلم يعطيك العافية. أهلا يا مرحب فيك. تفضلي يا يامن شو سؤالك؟ يامن الطريفي. نعم يا أستاذ. تفضل شو سؤالك رافع إيدك شايفك. أستاذ في هنا أنت حكيت هنا صح؟ وين في اسئله ما فهمت لك. انت حكيت ASA صح يا استاذ؟ ASA هسه استاذ هنا في زاويه انه هو مثلث زاويه هنا وزاويه هنا. طب انا كيف يعني ASA؟ ما هو
هنا ضلع وهنا ضلع وبالنص زاوية صح أستاذ؟ طيب دقيقة خليني أرسم لك إياهم، أفصل لك إياهم بالأول بالأخر. لو فصلت لك هذا، مش هذا P و O 1 صح؟ وأفصل لك الثاني ماشي، هاي L و N وهاي M صح؟ صح. هاي الزاوية نفس أي زاوية اللي هي هون تمام، والزاوية اللي هون هي نفس اللي هون تمام، وهاي عليها شحطة وهاي عليها الشحطة. طيب زاوية اقرأ النظرية، تطابق بزاويتين وضلع محصور، شو معنى محصور؟ يعني جاي بيناتهم صح؟ شو معنى محصور بالعربي؟ محصور يعني جاي بيناتهم صح؟ موجود بين شغلتين. بالضبط موجود بين شغلتين. هاي اقرأ، شايف الزاوية هاي P والزاوية N موجودات صح؟ الضلع الضلع جاي بيناتهم ولا برا على الجهات الثانيه؟ جاي بيناتهم. جاي بيناتهم معناته ايش؟ ايش النظريه اللي هتستخدمها؟ ايه اس ايه استاذ والله والله كمان شوي والله تغلبه. حط استاذ دائره على الضلع. لا احط دائره على الضلع اي واحد هذا القانون اللي ايه اس ايه. ما شباب واحد واحد رجاء مش خلينا نسمع سؤاله يكمل سؤاله، بخليكم جاوبوا دقيقه شوي استاذ. حط دائره على الضلع اللي انت تقصده استاذ. هذا احط عليه هيك. ايوه الضلع اللي انت تشكله موجود بالنص بيناتهم. هاي ايوه بالاسود غامق شايفه؟ فهمت ايوه تمام تمام. هاي الزاويتين وهي الضلع الغامق جاي بالنص بيناتهم. ايوه اعطيني. هاي على الجهه الثانيه نفس الشيء، زاويتين وضلع وين الغامق؟ هاي هون. يعطيك العافيه استاذ. الله يعافيك. طيب وغير مين عنده سؤال؟ آيات تفضلي يا آيات. لو سمحت بس بدي أسأل عن سعر الحصة الخصوصي اللي أنت هلا نزلت على الصفحة. أظن سعر بخمس دنانير. أها شكرا أستاذ. أهلا يا مرحبا. طيب أوكي طيب يلا شباب خلونا نكمل. أوكي ماشي نمسح، خلونا نمسح. طيب بظل علينا نظرية. أوكي ماشي شباب. النظرية ايش؟ الخامسة اللي هي ثواني شوي خلينا ننزل. اوكي اسمها ايش؟ تطابق ايش بزاويتين، نفس القصة ركز، بزاويتين تشبه كثير اللي قبلها، بزاويتين وضلع ايش؟ غير محصور. ها شو الفرق بينهم؟ انه الضلع ايش؟ غير محصور، يعني مش جاي بيناتهم تمام. شو اختصاره؟ اي اي اس تمام. خلينا نشوف شو قصة الضلع ايش الغير محصور. طيب اوكي خلنا ناخذ الرسمة هاي. اوكي انا طلعت مع عوجة ثواني. الرسم هذا قصة على البورد. اوكي ماشي هذا المستطاع، هذا بيوازي هذا. هسه بنحكي لكم شو قصة الموازي. هذا زي السهم وعندك هاي هيك هيك، خلينا نسميه A B C D E صح ماشي. خلونا نبلش، معطيك هاي وهاي وهاي وهذيك. اوكي اوكي ماشي نيجي ايش نطلع. شو في اشياء هو حكي لك عنها انها جاهزه؟ حكي لك انه البي سي شايفينها. انا رسمت المثال قبل ما اشرح. اوكي ثواني ثواني اوكي خليني اشرحها على السريع. شو النظريه؟ النظريه اسمها ايش؟ اي اي اس، تشبه كثير اللي قبلها. كيف يعني تشبه كثير اللي قبلها؟ راح تكون مثلا عندك مثلث هون ومثلث هون تمام، زاويه هيك زاوية هون زاوية هون زاوية هون زاوية هون. الضلع غير محصور. شو قصدي غير محصور؟ اللي سأل قبل شوي السؤال، يا راح تكون برا، يعني يا راح تكون الأزرق ها زي هيك، يا راح تكون برانية، يا راح تكون مثلا زي الأخضر. بالمثال اللي قبل شو بالنظرية اللي استخدمناها قبل الـ ASA وين كانت؟ كانت محصورة زي الأحمر ها، كانت زي الأحمر جاي بين الزاويتين. هاي مش بين الزاويتين، حكينا غير محصور. شو معنى غير محصور؟ راح تكون هاي الزاويتين هون، والضلع اللي انا بحكي عنه وين جاي؟ مش بينهم، مش جاي وين بينهم. ماشي شباب. طيب خلينا وصلت انه شو معنى مش جاي بينهم؟ ماشي خلينا نشوف المثال.
اوكي، اول شيء خلينا نشوف شو معطيك اشياء جاهزه. شو معنى اشياء جاهزه؟ هو حكي لك بالسؤال معطى انه البي دي شو بي دي قصدي البي اي سي سوري البي سي هاي اللي هون هي نفسها بتطابق مين السي دي، صح؟ ليش؟ كانت معطى، تمام، لانها ايش كانت؟ كانت معطى. في شيء غيره؟ فش ولا شيء غيره، صح؟ مشكله. طيب شو الحل؟ الحل انه ايش معطيك زوايا، شايفين هذول الخطين المتوازيات، شو معنى خطوط متوازيه؟ نيجي هون نشرح على جنب. اذا كان في عندك خطين متوازيين ماشي وفي هيك قاطع، في عندنا زوايا بتطابق بعض، شو معنى بتطابق بعض؟ عندك الزوايا ايش المتبادله، شو معنى زوايا متبادله؟ نتعلمها. الزوايا المتبادله هي اللي بتعمل لك زي حرف زد. ها لو جيت انت مشي زي عملت لك حرف زد، طبعا هذا الخط موازي هذا الخط، لو عملت حرف زد مش هيك بتعمل حرف زد بالانجليزي؟ هاي الزاوية اللي هون هي نفس الزاوية اللي هون، ايش هاي الزوايا شو مسميها؟ لو سميتها رقم واحد وهي رقم اثنين، زاوية واحد وزاوية اثنين شو مالهم؟ زوايا طبعا بيساووا بعض ايش؟ متبادلة، تمام؟ زوايا شو مالها؟ متبادلة. اوكي، طبعا العكس نفس الشيء. شو قصد كيف يعني العكس؟ يعني لو كان عندك نفس الشيء خطين متوازيين وفي عندك قاطع، شايفين هذا اللي هون؟ بيعملك زي زد بالشقلوب، هيك هذا الزد بالشقلوب مكتوب، برضه بيعملك زوايا بتشبه بعض. اي زوايا؟ انا بحكي عن هاي اللي بالاصفر زي هاي، يعني سميتها مثلا 3 و4، برضه 3 و4 بيساووا بعض. ليش بيساووا بعض؟ لانهم زوايا متبادله، تمام. طيب ليش قاعد بحكي لك هذا الكلام؟ بحكي لك هذا الكلام عشان هسه هون بدنا نستخدم الزوايا المتبادله. اطلع عليك كيف بنستخدمهم. لو جيت انت ورسمت حرف زد، ها طبعا الله بعينك بدك تطعج، يمكن انت يمكن اسهل مشان معك تليفون تقدر تقلبه. طلع على الخط الاصفر، مش قاعد بيعمل لك زي حرف زد؟ صح. معناته هاي الزاويه اللي جوا اللي خلينا نسميها مثلا واحد، هاي خلينا ناخذ سهم رقمها واحد، هي نفس الزاويه اللي جوا هون اللي اسمها اثنين، صح؟ ليش؟ هسه اقلب تليفونك، امسك معك شاشه انت، صح؟ امور حياتك سهله. اقلب التليفون راح تكون لك شو زي حرف الزد. حرف الزد شو معناته؟ زوايا متبادله. شو معنى زوايا متبادله؟ يعني نفس القياس، معناته هاي هي نفس هذيك، تمام؟ وصلت؟ ماشي شباب؟ طيب معناته نجي على الحل، تكتب زاويه واحد تطابق الزاويه اثنين، ليش؟ لانها زوايا ايش؟ متبادله، تمام؟ متبادلة. اوكي نشوف شو في كمان، ناخذ لون ثاني. لو جيت وقلت لك اعمل زد بالشقلوب هسه هيك، تبع ورا الاخضر، ماشي، اعمل لك شو زد بالشقلوب مره ثانيه. شباب رجعنا حكينا الاصفر لما تبعنا وراه طلع عمل لنا حرف زد، صح؟ حكينا واحد هي نفسها ايش؟ اثنين. بعدين حكينا تبعوا وراي ورا الاخضر، شايفين هذا؟ هيو ماشي بتنزل، هذا زد بالشقلوب، ها امشي رد امشي هيك، شو بيعمل لك؟ بيعمل لك كمان زاويتين، سميها 3 و4، شايف 3 و4 برضو زي بعض، ليش؟ لانهم علامات زد بالشقلوب، هذول شو بسميهم؟ برضو زوايا ايش؟ متبادله. وصراحه المصطلح الادق زوايا متبادله داخليا، بس يعني زوايا متبادله، اوكي؟ برضو ايش؟ السبب زوايا متبادله، تمام؟ المفروض نمد احنا اسهم، بس يلا نعمل سهم كبير. طيب شو الاستنتاج تبعك؟ انه المثلث اللي اسمه A B D هو نفسه، لا مش B D C C C، شو دي؟ A B C هو نفسه يطابق المثلث C D E. شو استخدم من اي نظريه؟ ها نجي نطلع، شايفين هاي الزاويتين 2 و3؟ الضلع جاي بالنص بينهم ولا برا؟ اللي عليه شحطة، أنا بحكي اللي عليه شحطة، الضلع اللي عليه شحطة جاي بين الزاويتين 2 و3 ولا برا؟ برا. روح على الجهة الثانية 1 و4، الزاوية 1 والزاوية 4، الضلع اللي أنا بحكي عنه اللي عليه شحطة هيو أسودة، هذا جاي بيناتهم بالنص ولا برا؟ برا. معناته إيش راح تكون اسم النظرية؟ AAS. مع الشباب؟ طيب يلا خلينا نشوف مين عنده سؤال. تفضل يا ليث. أستاذ تفضل ليث.
طيب نور النصر، تفضل يا نور. أستاذ في صوت، أستاذ سؤال صفحة 154، السؤال السادس، تقدر تحل لنا إياه؟ 154، طولي بالك علي ألاقيه. 104، ألاقي شوي الكتاب بس راضي يفتح معي ثواني، أعمل الريفرش. كتاب الطالب الفصل الأول مرة ثانية، صفحة قديش؟ 100 وقديش؟ 154. 154، 4 54. أي سؤال؟ السادس. السؤال السادس. السادس ولا الثالث؟ لا السادس. السادس. ثواني ثواني. مين بحكي؟ طب دي هسه من حلو، بس خلينا نشوف إذا حد عنده سؤال بالنسبة للفكرة هاي. طيب شباب، مين عنده سؤال على الفكرة هاي؟ مشان نحل السؤال تبعي بالتمارين. استاذ انا عندي سؤال. تفضل استاذ. هسه انت كل متى ومتى بتفتح بث، ومتى كل متى بتاخذ حصص؟ عشان اول مره ادخل معاكم. احنا هسه خلص، احنا خلص اليوم اخر لايف، اليوم هو درس الوحده الرابعه واخر لايف على المنصه. اذا حاب ترجع تحضر فيديو اللايفات القديمه، ماشي، اللايفات القديمه موجوده، رابط يوتيوب بالتعليقات، تنزل بالتعليقات بتلاقي ايش رابط للفيديو نحكي شرح الوحدات السابقه. والله استاذ فتحت بس انا عشان هاي الدرس، هاي الوحده مش داخله معنا بالامتحان، عشان هيك ما اخذناهاش الفصل هذا. طيب ماشي، يلا كويس، حظك حلو. استاذ الرابط اللي حكيت عنه هذا وين بلاقي بتاع الحصص المسجله؟ بالتعليقات، دي الشرح الوحده الاولى كامله. دقيقة شوي، هاي التعليق هاي تحتنا. عبد الله جابر، كومنت لعبد الله جابر. راح ينزل الوحدة الثانية والثالثة، طولوا بالكم بس مشان لحتى يلاقيهم بس. ماشي تمام، ماشي اوكي. مين عند اسلام؟ تفضل يا اسلام. استاذ لو سمحت، باي بلاقي التعليقات بالفيس على الحصص المسجلة لايفات؟ بس نازل لحد الان وحده الاولى، وحده ثانيه مش عارف كمان شو بنزل الرابط، لا تخافي. تفضل استاذ. استاذ بصير ترجع تعيد انه اخر شيء ما كنتش. طيب ماشي هسه استاذ. نعم. ايش اسمه، يعني انا بعرف الحل، بس كيف بدي اعرف انه هاي النظريه الى هذا الحل لهاي النظريه؟ حسب شو استخدمتي. استخدمتي ثلاثة أضلع، أنت استخدمتي أس أس أس. إذا استخدمتي ضلعين وزاوية، ماشي، ضلعين وزاوية، أنت استخدمتي أس أي أس. إذا استخدمتي كان مثلث قائم شايفين اتش ال، هاي بس تستخدمها مثلث قائم الزاوية، هاي حالة خاصة فما راح تخربطي باتش ال. الاتش ال دائما ايش؟ لمثلث قائم الزاوية. طيب بعدين عندنا أي أس أي، ماشي، أي أس أي ما تستخدمي زاويتين وضلع محصور، يعني لقيتي زاويتين. اذا كان الضلع اللي انا بحكي عنه بالنص بيناتهم، معناته هذا ضلع محصور، ما كان بيناتهم معناته ايش؟ بتستخدم اي اي اس. وليد يعطيك العافيه استاذ، شكرا. يعطيك العافيه استاذ. الله يعافيك شباب. واحد واحد، ثواني ثواني. كرم تفضل يا كرم. يعطيك العافيه. اهلا استاذ. انا الوحده الاولى والوحده الثانيه مش فاهمهم، ما نزلوا عندي لانه. طيب الوحدة الأولى، طيب شوفي عادي، في أنا دروس على المنصة نازلة، إنه لكل يعني كل درس مشروح لحاله، فاهم علي كيف؟ تقدر تفوتي على المنصة وتاخذي الشرح كل درس لحاله. الوحدة الثانية؟ لكل الواحد مشروح، كل المادة. مادة يعني كاملة مشروحة على المنصة. لا المشروع اللايفات، اللايفات موجودة ايش؟ على المنصة. هاي هاي شباب، الدعم حكى إنه راح تنزل اليوم كلها على قناة أبواب، ماشي؟ اي اليوم راح ينزلوا الروابط كلها فما تخافوا، ماشي، على تابع المنصه اليوم البيج، وراح تلاقي اليوم راح تنزل كل الروابط فما تخافوا. تمام. شباب ما حد يفتح المايك غير ايات. تفضلي ايات. الاستاذ الاستاذ راح ينزل على اليوتيوب بشكل عام ولا بس على منصه ابواب؟ لانه انا مو مشتركه بالمنصه. ماشي ايات. طيب
ماشي آيات. أنت ما عندك يعني خلينا نحكي مفتاح اشتراك؟ لا. طيب ماشي. حابة تدرسي أموري كويسة أكيد؟ طيب ماشي. يلا ربحتي معنا مفتاح اشتراك، اكتبي كومنت لعبد الله شايف عبد الله جابر تحت مشان يرب بيعطيك رقم مفتاح اشتراك. شكرا استاذ. اهلا اهلا وسهلا استاذ. انا عندي سؤال. تفضل يا ري. استاذ عندك اليوتيوب اليوم، اليوم راح تنزل الروابط على اليوتيوب. تمام شكرا. زاوية هذا متى بنزل رابطه؟ ايش اللايف هذا متى بنزل رابط تاعه؟ اليوم بنزل، بس بدك تحملي يعني خلينا نحكي للمساء للساعة 9 او ماشي استاذ. لا لا خلص ثواني بس خلينا عشان ما ضل شيء. طيب شباب هاي للحكي اعيده، هاي لما يكون في عندك سهم هون وسهم على خط ثاني، هذا معناته ايش؟ هذول ايش؟ متوازيات. شو معنى متوازيات؟ بالعاده اغلب اهم واحدة تعرفها اللي هي زوايا متبادله. كيف شكل زوايا متبادله؟ تعمل لك زي حرف زي، ماشي؟ حاول ارسم هيك زي زي، بتلاقي زوايا جوا. حاول ارسم زي زي الاصفر، بتلاقي الزوايا وين جوا. رقمهم احكي انها زوايا متبادله وبتكون ايش؟ انهيت. بالنسبه للسؤال دقيقه خلينا الاقي بالكتاب. اوكي وين راح؟ مش عارف اظنين ضيعته اصلا. شباب انحشرنا بالوقت. طيب ثواني خلونا نكمل هسه الدرس، نفوت بالدرس الثالث هسه، بس اذا ظل وقت باخر اللايف بكمل لك المساله. طيب اوكي وين راحت؟ راحت الدرس الثالث. اوكي طيب يا شباب خلونا نكمل الدرس الثالث، اخر درس ماشي، الدرس الثالث فيش غيره. طيب المثلثات، اسم الدرس المثلثات المتطابقه. اوكي متطابقه الضلعين، مثلثات متطابقة الضلعين. طيب والمثلثات متطابقة متطابقة الأضلاع. شو معنى متطابقة الضلعين وشو معنى متطابقة الأضلاع؟ هسه بنشوف. اوكي خلينا ناخذ الأول واحد اللي هو ايش؟ لما يكون مثلث متطابق الضلعين. كيف شكل مثلث متطابق الضلعين؟ يعني زي هيك، خلينا نكبره. يعني اثنين من أضلاعه متطابقة. شو معنى متطابق؟ إلها نفس القياس، يعني A B C. تمام. طيب أوكي شو عندنا كمان؟ في عندنا أول شيء تعرف كيف شكله، يعني كيف بيجيك مثلث عادي. هاي لما تكون هاي زي هاي بكون بنسميه إحنا إيش؟ مثلث متطابق الأضلاع. طيب أهم إشي مثلث متطابق الأضلاع، إذا كان الضلعين هذول متطابقات شو بتستنتج؟ بتستنتج أن الزوايا تحت هي متطابقة. يعني شايفين الزاوية B بتساوي الزاوية C، يعني الزاوية B تطابق الزاوية C. تمام؟ معناته مرة ثانية، إذا كان في عندك مثلث متطابق الأضلاع لازم تعرف إنه الزوايا اللي تحت بتكون نفس القياس. تمام؟ طيب أو إذا أني حكيت لك مثلث تحت زوايا، الزوايا زي بعض، شو معنى زوايا زي بعض؟ معناته هذا الضلع نفس هذا الضلع، يعني بس بالشقلوب تحكيها. طيب في كمان شغلة لازم تعرفها، بقول لك إذا كان في عندك مثلث متطابق الأضلاع تمام وروحت انت شو نزلت؟ منصف الزاوية. شو معنى منصف الزاوية؟ يعني شايفين الزاوية اللي فوق لو قستها مثلا وطلعت مثلا 60، اقطعها من النص ماشي، ايش؟ اقطعها من النص ماشي. شو بقول لك؟ بصير عمودي. شو معنى عمودي؟ مرة ثانية اذا هاي الزاوية الكبيرة انت قطعتها من النص مثلا كانت 60 صارت 30 30، ومديت خط من عند النص بيسوي لك إشي عمود. شو معنى عمودي؟ الزاوية 90 ماشي. طيب بيعمل لك زاوية 90، ومرة ثانية حكينا الزاوية هون هي نفس الزاوية هون ماشي. خلينا نحل المثال الأول الموجود بالكتاب. بقول لك في الشكل، خلينا نمسح هذولا. اوكي نمسح هاي ماشي. نيجي هون لو جبت لك الشكل هذا ماشي، قلت لك هاي زي هاي، قلت لك انه A B ايش
والسي. ماشي، بقول لك ايش اثبت اذا او لا قبل، بقول لك اذا علمت ان اي سي هي نفس الاي بي فاثبت ان الزاويه سي هي نفس الزاويه بي. احنا بدنا نثبتها، كيف نثبتها؟ اول شيء انت شو بتروح تسوي؟ بقول لك افرض انه في عندك نقطه يسمى هون اكس، انت سميها من عقلك اكس، ماشي. شو الحلو باكس؟ انها جايبه ايش بالنص. شو بقصدك بالنص؟ يعني طول هاي على اليمين نفس طول ايش اللي على الشمال. طيب بقول لك رحت انت ايش نزلت، يعني وصلت بين النقطه اللي اسمها اكس وطلعت لعند ايه، تمام، كثير كويس. شو بنكتشف؟ يعني صارت السي، مش هاي حكيناها بالنص، يعني طول هاي هي نفس طول هاي. طيب معناته الاكس سي هي نفس او تطابق ايش البي اكس، صح هذا الكلام؟ ممتاز. شو كمان حكينا؟ حكينا او مش حكينا، هاي معطى الاي بي هي نفسها مين؟ الاي سي، تمام لحد هسه؟ تمام، خلينا نكمل. طيب مش احنا حكينا انه او مش طب ماشي، لو فصلت المثلثين هذول عن بعض، بالله افصل لي هذا وافصل لي هذا، مش هذا اسمه A وهذا B وهذا X، مش هذا X C وهي A، شايفين الـ A X؟ مش هاي شو اسمها؟ حكينا لما يكون مثلثين ملزقات ببعض عندك خيارين، يا بيكون عندك ضلع مشترك أو ممكن يكون لك إيش زوايا متقابلة بالرأس. الـ A X شو ماله هذا؟ ضلع مشترك. ليش مشترك؟ مش أنه جايب النص بيناتهم، صحيح؟ طيب نشوف شو استخدمنا، شو النظرية اللي استخدمناها يا شباب. استخدمنا إيش؟ الضلع حاض والضلع حاض والضلع حاض، واستخدمنا الضلع حاض والضلع حاض والضلع حاض. معناته فعليا احنا شو استخدمنا؟ اي نظريه؟ اس اس اس، ضلع ضلع ضلع، تمام. طيب معناته بتقدر تحكي انه المثلث اي اكس بي يطابق المثلث اي ايش هذا، لا اي هاي مش اوكي، اي اكس سي. طيب شو معنى يطابق؟ او شو استخدمنا اول شيء؟ استخدمنا اس اس اس، هاي سهم سهم سهم. طيب شو معنى مثلثين متطابقات؟ يعني لو ايش كوبي بيست عن بعض، صح؟ لو مديت مثلا انت هيك هون خط، خلينا نحط لون، شايفين هذا الخط الازرق؟ لو جبت ورقه وطعجتها، مش هذول المثلثين لازم يطبقوا على بعض؟ شو معنى طبقوا على بعض؟ هل الزاويه سي معقول تختلف عن الزاويه بي؟ لا، ما هو لما تمسك الورقه من النص وتيجي تلزقه مع بعض راح تكتشف انه الزاويه سي هي نفس الزاويه ايش بي، تمام. الزاويه سي هي نفس الزاويه ايش ايش بي، تمام مع الشباب. وهيك بنكون اثبتنا انه زاويه سي هي نفسها الزاويه بي. خلينا نشوف اذا حد عنده سؤال. طيب اوكي ثواني شوي. طب اللي عنده سؤال يرفع ايده، تفضلي يا نور. نور تفضلي. استاذ سالتك السؤال بس ما جاوبتني عليه، ما حليته. اللي هو سؤال بس مره ثانيه ذكرني ايش رقم الصفحه اغلبك؟ 154. السؤال السادس. السؤال السادس، طيب ماشي عسى بحل لك اياه، طولي بالك. خليني افتح عندي صفحه 105 وين راحت؟ اوكي 154. استاذ انت هلا خلصت شرح الدرس؟ اه خلصنا. طب هلا بقدر اغادر؟ نعم. يعطيك العافيه. الله يعافيك يا رب. 100 مرة ثانية 100 وقد 4 وقديش؟ 50 ثواني 154 154. ليش الكتاب عندي مش عارف ضيق شوي؟ يا الله في شيء غلط في الكتاب اللي انا فاتحه، ثواني شوي. هذا الكتاب اه. طيب لو السؤال 6 استعمل معلومات المعطاة في الشكل صح لكتابة برهان ذي عمودين لإثبات. استاذ طيب ماشي خليني بس خليني اصوره بس بالتليفون دقيقه شوي مشان مش قادر مش راضي يفتح. طيب ماشي خلينا نجي نحله. اوكي هاي شباب وصلت الفكره اللي هون؟ حد عنده سؤال؟ هاي بدي امسح البورد. حد عنده سؤال؟ عندي سؤال. لا لا ايش اسال. لا ما بس مش اذا حطيت الزوايا متقابلتان، لا زوايا متقابلتين لما تكون في عندك اكس، دير بالك الزوايا المتقابلة بالرأس بس لما يعملوا لك زي اكس. بس لازم يكون عليهم زوايا صح؟
هون اسمع، احنا اثبتنا المثلث هذا نفس هذا المثلث، شو معنى نفسه؟ يعني ايش كوبي بيست عن بعضهم صح؟ شو معنى كوبي بيست عن بعض؟ انه الزاويه بي هي نفس الزاويه سي، هذا استنتاج. يعني هذا بس اثبت انه المثلثين نفس بعض. ايوه بالضبط. شكرا يا استاذ. اهلا. اوكي خلينا نشوف المثال تبع. اوكي ثواني خلينا نشرح مثال ثواني بس تحملوني. اوكي في عندنا مثلثين شباب هيك عملات. اوكي اسمه ان بي كيو، وانا في عندك شحطتين، شحطه شحطه، واحد ثاني هيك عامل شحطه شحطه شحطتين اس تي ار. طيب نيجي ايش هون مبررات هون ايش؟ طيب اوكي ثواني شوي تحمليني. اوكي طيب اوكي خلينا نبلش. لا ليش كذا عبارات سوا؟ هاي عبارات. اوكي هاي عبارات، هاي ايش مبررات، مش انه ايش بده العمودي. طيب العبارات انه هسه ايش في عندك اشياء تشبه بعض، الاس ار ماشي بتطابق مين من الجهه الثانيه؟ لو لفيتيه هذا مثلث مثلا هيك، لو عملتي له هيك لفه صح راح يقلب ويصير هيك شكله صح، يصير ار واس تي صح هذا الحكي. طيب معناته الاس ار هي راح تكون نفسها ان كيو. تمام مين كمان؟ التي. طبعا المبررات معطى، مش انه انت ما استنتجتي، كانت موجوده بالسؤال. طيب مين كمان عندك؟ عندك الار تي هي نفسها مين راح تكون؟ بي ان. تمام ماشي ليش برضو معطى، ليش معطى؟ مش انه كانت شحطه بشحطه. والاخيره اللي هي ايش راح تكون؟ اس تي هي نفسها ايش؟ البي كيو برضو معطى، ليش؟ مش انه محطوط عليها شحطتين بشحطتين. طيب شو استخدمت او شو الاستنتاج؟ المثلث بي ان كيو يطابق المثلث اي واحد؟ ار تي اس. شو استخدمت؟ شو استخدمت؟ اي نظريه استخدمت؟ ايش؟ اس اس اس، ضلع 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 ضلع، ما استخدمنا زوايا بالمره بالمثال هذا، فهمتي؟ ان شاء الله تكون وصلتك. تفضلي احكي وصلتك. استاذ شكرا لك. اهلا يا مرحبا استاذ. نعم استاذ، صرت تحلي لي اتحقق من فهمي بصفحه 91. 91 خلينا نرجع لورا شوي. اوكي 91. صنع مراد. استاذ. صنع مراد اطار صوره خشبيه دائريه كما في الشكل، اكتب مقدارا جبريا يمثل مساحه الاطار الخشبي ثم احلله. طيب تعرف شو مساحه الدائره؟ باي ار تربيع. ار هي نصف القطر ماشي، شو تمام R؟ نصف القطر. طيب. تمام ماشي خلينا بس ارسمه هون دقيقه شوي، خليني اجيب السؤال نمسح. طيب معطيك هو دائرتين، معلش بس اطفي المايك عشان الصوت ما ينغرش. هيك في اطار صح، حكي لك بالسؤال انه هاي دقيقه اكبر، من هون من هون لهون 2x اوكي، وكلياتها من هون لهون 60 سنتيمتر. طيب اول شيء كيف بدك تلاقي مساحه المظلل؟ مساحه المظلل هي ايش؟ الكبيره ناقص الصغيره صح. طيب الكبيره شو قانونها؟ باي ار تربيع. ار هو نصف القطر، شو نصف قطر الكبيره؟ قطرها 60 نصفه 30 تربيع ناقص الدائره الصغيره. طيب نفس القانون باي ار، هي كلها بحكي مش كلها بحكي لك، يعني خلينا نحكي من هون لهون من هون لهون 2x، نصها شو نص ال 2x؟ x x تربيع ماشي، 30 تربيع بتعطيك 900 باي ناقص، هاي خلص تركيها بحالها باي x تربيع، هيك بكون الجواب. تمام طيب يا شباب هيك بكون انهينا احنا الوحده الرابعه مراجعه. تمام شباب اللي حاب يستزيد في عندنا بك اسئله بالمنصه، وان شاء الله يعني نكون اعطينا اهم الافكار، و
وزي ما حكينا في عنا تدريس خصوصي على المنصة، وإن شاء الله تكونوا استفدتوا من اللايفات المباشرة. وأهلا وسهلا بالجميع يا شباب، وإن شاء الله بتقدموا امتحانات وبتجيبوا علامات ممتازة رائعة، وإن شاء الله موفقين. يلا السلام عليكم.